السلام عليكم، أنا محمد كمال، وده شرح لمتن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل حديثنا أيها الأحبة عن فرائض الغسل وسننه في الفقه الشافعي في شرح متن أبي شجاع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. قال: وسننه، أي سنن الغسل، خمسة أشياء: التسمية، والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد، والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى. وهذه السنن يستحب أن تفعلها حتى تأخذ ثواب كبير. التسمية بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا إذا لم يكن في الخلاء، فإن كان في الخلاء في دورة المياه فلا يقول شيئا. وهناك وجه أنه لا يستحب التسمية أصلا في الغسل، قالوا لأنها من القرآن، لأن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن في الفقه الشافعي، ولا يقرأ الإنسان القرآن وهو جنب. واخد بالك؟ إلا أنه رد على هذا القول بأنها تقال لا لكونها آية من القرآن بل لكونها ذكرى. يبقى التسمية من سنن الغسل بشرط أن لا تكون فيها الخلاء في مكان آخر. التسمية. وقال: والوضوء قبله، وهذه من السنة، أنك تتوضأ قبل قبل الغسل، وقبل الوضوء أن تغسل فرجك جيدا. قال: وإمرار اليد على الجسد، فمن سنن الغسل أنك تدلك إيدك، أنك تحرك إيدك كده على على جسد.